بعد ده ان انا بعمل حاجه جديده لاول مره في التاريخ اروح اجيب ميداليه، هل ده يعقل؟ يعني ده. طب الصوره دي ايه؟ الصوره دي ده ادهم حاتم وجوجو. الصوره دي يا جنى دي فين؟ في افريقيا اللي فاتت بالظبط. ده اللي هو الزوجي اللي لعب معاك اللي في الزوجي. لا لا ادهم لا ده شويه مصورين بس مصورين مع بعض كل واحد بكاسه وداخل الصوره انا داخل بكاسه انما بس واضح السعاده على وشكم، انتوا كنتوا فرحانين بالبطوله دي جدا. وابو حميد بقى كابتن الفريق بقى ده الكاس الدرع الاكبر اللي هو اكبر من الكاس ده. ايه ده الكبير اللي معانا ده الصغير بالظبط اللي هناك ده الكبير. طب هاتوا ابو حميد هاتوا عندنا مكان الاتحاد ده لازم هو موجود في الاتحاد الحلقه الجايه ان شاء الله في افريقيا اللي جايه تجيبه. طب قولي لي يا جنى يعني برضو يعني اللي حققته ضحى ده واللي لسه احمد بيقوله، طبعا سيبك من الهجوم وكل حاجه احنا مقدرين ان اللعيب بيتقال الاولمبياد بيبقى حاجه كويسه جدا، بس برضو يعني شايفه ان ضحى تقدر او مش ضحى احنا نقدر، يعني انا مش طالب ميداليه بس نقدر ناخد خطوه لقدام، نقدر ولا ما نقدرش؟ انت شايف الفرق واسع؟ احنا نقدر بس احنا مش بناخد الدعم كفايه ان احنا نكون يعني. بس انا شايفه برضو ان احنا في الفتره الاخيره دي كان في دعم اكتر يعني واخدنا ستيب كويسه، يعني بقينا نروح بطولات عالم، بقينا نروح اولمبيكس، بقينا موجودين اكتر، اللعبه بدات تتعرف اكتر في البلد، ودي حاجه ما كانتش موجوده يعني صحيح. من زمان محدش برضو كان يعني دايما حد اول ما اقول ريشه طايره محدش عارف دي ايه، محدش حتى لما بنرجع بطولات افريقيا حتى محدش عارف يعني ايه ريشه طايره وكده، فبدات تعرف اكتر ودي حاجه. لما رجعت المدرسه يعني صحابك عمل ايه؟ لا قولي لي عشان انا عارف الاحساس ده. خلاص بطلت افريقيا بقى. وانت بقى طبعا اتنكت عليهم طبعا حقك بطلت افريقيا. ويعني انا بامانه يعني حتى في البرنامج مع فريق الاعداد والفريق العمل كله تقريبا كل حلقه لينا خبر معاكم، يعني ليه؟ لان دليل على نشاطكم، في نشاط وفي حركه للاتحاد برغم ان احنا طالعين من كورونا. يعني انت مصدقه من جواك؟ انا ليه بسالك؟ انت 17 سنه، احنا قدامي جيلين، احمد 30 او 31 سنه، جنى 17 سنه، فعندي جيلين. الجيل اللي طالع لازم جواي يتزرع ان انا اقدر، عايز احط مصر قدام. فانا اتبسطت من ردك ان انت بتقولي نقدر وشايفه ان في دعم الفتره اللي فاتت. طيب الخطوه اللي جايه ليكي ايه يا جنى؟ دي كانت اول بطوله ليا مع منتخب الكبار، فعايزه يبقى اكمل في المنتخب وابدا كمان العب احسن واشوف اكسبيرينس اكتر. وممكن هل في بطوله جايه عايزه تشارك فيها؟ احنا تاهلنا السودرمان كوب اللي هي بطوله العالم للميكس تيم، فدي حاجه انا متحمسه لها السنه الجايه ان شاء الله. طب هو الاختيار بيتم على اساس ايه؟ انتوا بتخشوا اكتر من لاعبه ولا معروف مين اللي هيلعبها؟ احنا المنتخب اللي لعب افريقيا هو اللي اتاهل لها، فاظن كم بنت كم لاعبه؟ لا اربع بنات بيختاروا منها اللي هيمثل ولا في لا كلنا كلكم بتروحوا وعلى ضوء يعني انا اقصد اقول ان انتوا الاربعه هتتاهلوا للبطوله دي هتلعبوها. احنا الفرقه كلها اولاد وبنات كلها اولاد. انا قصدي اقول لا يعني على اللاعبات انتوا الاربعه هتروحوا تلعبوا، ما فيش سيلكشن بيحصل زي منتخبات الكوره او بتاع بنلاقي فيه ثلاثه مشوا اربعه تاخدوا. لا احنا اللي اتاهل هم ان شاء الله. طب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع ابطال افريقيا، هنعرفكم اكتر عن اللعبه ونشاتها وازاي نلعبها وايه الانديه